تحية كبيرة لكم وتحية خالصة لكم، مرحبا بالجميع. ومشيو مباشرة نرحبوا بأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي، وبداية أسبوع موفقة. مرحبا بك. شكرا أختي سكينة، تحية لك وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. الله يطول عمرك، الله يخطيك. شكرا. معك اليوم أستاذي غادي نتكلموا على خمس أيام من بعد رمضان. ألوغ بزاف ديال الحويجات اللي يمكن يتبدلوا في العادات السيئة ديالنا، كيف ما كاين بعض الأمور اللي غادي تبرز عاوتاني من العادات السيئة للأسف. فبالتالي داز دابا خمس أيام من رمضان، كيتطرح تساؤل كيفاش يمكن لنا نقيموا أو لنعرفوا الداس ديالنا، واش استفدات من الصيام ولا ما استفدتش من الصيام. نعم نعم فعلا أختي سكينة، احنا في اليوم الخامس، وتذكروا أنني في الأول ديال رمضان قلت لكم راه رمضان كيسلم علينا وكيودعنا. فعلا يعني راه غير البارح بدينا أختي سكينة النهار الأول رمضان، اليوم راه خمس أيام. فعلا الله العظيم، زعما ما شاء الله، ما علاش نحاولوا نبروفيتيو لو ماكسيموم. ف ان شاء الله اليوم نعرفوا من المستمعين ديالنا ان شاء الله كيفاش دوزوا هاد خمس ايام، شنو العادات اللي اكتسبوها، شنو المشاكل اللي عانوا منها، شنو الحاجات الزوينه اللي حسوا بها. فقبل ان شاء الله ما نجاوبوا على الاسئله الناس، نبغي نشير واحد المساله في الحياه ديالنا. العاده شيء جميل، علاش؟ لأن العادة قانون في الجسم. اللي تصور أختي سكينة دابا لو كنا نشوف واحد الحاجة نبدأ نديرها داك الساعة، غادي يوليو عندنا بعثارة في العادات، وبالتالي من قوانين العادة عندها قوانين كثيرة، ما لغزمو ما كاينش وقت باش نهضر عليها، والجانب العلمي يعني قوانين علمية. فغادي نعطي البعض، نشير البعض الأمور قوانين اللي خصنا نكونوا عارفينها باش حنا نعرفوا جسمنا بيولوجيا كي كيشتغل مع العاده. العاده بالنسبه للجسم في البيولوجيا شنو هي؟ ما يمكنش انا مثلا جيت غنضرب كره غنولي كنلعب كره مزيان. علاش؟ دماغي ما يقدرش. لان مثلا واحد كيعرف يلعب كره مزيان راه عاده. شنو وقع؟ راه تدريب يومي. شنو هما التدريب؟ شنو هذوك التدريب باش واحد كيولي يلعب كره مزيان؟ شنو هي التدريب؟ وكتلقى لعاب مزيان اي بورتون ضروري خصو حصص يوميا في الايام العاديه ديالو، يوميا خصو يدير تدريب. علاش؟ للحفاظ على العاده ولتطوير العاده. هكا عاوتاني اللغه، مثلا دابا عاده اللغه راه نمارسها يوميا، ولا ما مارستيهاش تمشي لك. راه اللغه ديالنا الا ما مارستهاش داكشي. علاش؟ ايجابيا ممارسه اللغه كتبقى، سلبيا الا ما لقيتيش مع بنت تهضر بالانجليزيه راه غتمشي لك الانجليزيه. والا بغيتي تولي تهضر مزيان بالانجليزيه خصك تعرف مع من وتلقى مع من تهضر بالانجليزيه. هكا خلقنا سيدي ربي، وشيء جميل جدا. وتخيلوا معايا راه من رحمه الله ان العاده ما كتجيش بالدارجه، حنا كنقولوا دقه واحده. ضروري خاصك تعطي الجسم اشارات انه يحافظ على ذاك السلوك. هكا عاوتاني. فالعادة ضروري خصها التمارين باش نبقى أنايا مثلا كومبيتون في واحد الحاجة. ضروري خصني نبقى ندير تمارين يومية، مثلا باش يولي دماغك عنده واحد لا سوبلاس مزيانة. فمثلا في الرياضيات ضروري دير التمارين وتغلط وتفشل وما تعرفش وفي الأخر تولي تعرف. نقدر ما نعرفش أنا 300-400 مرة، ولكن 101 غنعرف. هذه هي العادة. داكشي اللي حنا كنقولوا الفشل والنجاح راه ماشي كلمتان الاخرى ضد الاخرى. لا، من ضروريات ومن اساسيات ومن الشروط الواجبه في النجاح الفشل. علاش؟ لان الفشل هو اللي كيعرفك بالنجاح، هو اللي كيعطي قيمه للنجاح. هكاك عاوتاني دوزنا خمس ايام. دابا في العاده كاين عاوت عندنا جوج حوايج. كاين عندنا العقل الباطن والعقل الواعي، وانا غنفسر لكم واحد الامور واللي بعض الناس ربما هاد التفسير ديال هاد الامور عسانا ان نساهم في الاقلاع على العديد من الادمانات، منها الادمان الغذائي والادمان على التدخين. اولا كنشكر وكنحيي الناس اللي صيفطوا لي في الخاص واللي اقلعوا عن التدخين. برافو لكم وهنيئا لكم، وهنيئا لنا كمجتمع، وهنيئا الميزانية ديالنا، وهنيئا الميزانية الاسره ديالكم، وهنيئا لوليداتك، وهنيئا للزوجه ديالك. شحال من الناس خلال خمسة أيام أقلعوا بتاتا عن التدخين. جميل.
كتكون لها موتيفاسيون مي كيكون الانسان موتيفي ما شاء الله. هذه الاولى. ثاني حاجه فيما يخص الجانب البيولوجي في العاده، هذه مساله اساسيه نكونوا عارفين. احنا عندنا العقل الباطن والعقل الواعي. العقل الواعي مالوغوزمون عقله ماشي بحال العقل ديال العقل الباطن. انا نعطيكم تفسير علاش العاده زوينه كيستمر عليها الانسان لسبب واحد، هي نقطه القوه ديالها، هو انك تريكومبونس هذاك الساعه، واخا لا ريكومبونس واخا الجزاء والمكافاه كتكون مصوره، مي كتاخذ لا ريكومبونس داك الساعه. في العاده الجيده لا، درتي الرياضه غيتقطع فيك اللحم، ديرها المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، عاد تولي تعرف وتكون، لان العاده الزوينه كيدرسها العقل اللاواعي. وانا غنعطيكم بعض القوانين اللي هي تقريبا كاين 32 قانون، مي انا غنهضر على ثلاثه، لان في اكاديميه فن الحياه كنشتغلوا احنا بهذه القوانين. هذا اول قانون هو قانون الجماعه، لي في جروب. علاش قانون الجماعه؟ دابا ملي كنصوموا مجموعي كيجينا الصيام سهل، ملي كنديروا شي حاجه مجموعي كيجينا. شوف راه حنا حبينا ولا كرهنا راه كنقلبوا على بعضياتنا، ماشي الوعي. واخا يكون الوعي باغيك تبقى بوحدك، نعطيك مثال، مثلا الانسان ملي كيبغي يدير شي عاده خايبه ديما كيبغي يتعزل، هذاك راه العقل الواعي هو اللي اختلى بك. مي فاش كتبغي دير شي حاجه زوينه ديما كتبغي تشاركها مع الناس، راه حبيتو ولا حبينا ولا كرهنا، حنا كنقلبوا على بعضياتنا، كنقلبوا على المجتمع. هذا فيه اجتماع، فيه جماعه، راه الجماعه حنا راه عندنا روح الجماعه في الجينات ديالنا، راه عندنا الجماعه، راه حبينا ولا كرهنا عندنا الجماعه شيء جميل. الله سبحانه وتعالى دائما يا بني ادم خذوا رصوا الصفوف، ورص الصفوف ماشي غير في الحرب هكا الماديه، راه حتى في الحرب المعنويه، حتى في الحرب ديال الافكار، حتى في الحرب، يعني راه كاينه حرب دابا في العالم، ماشي غير في حرب ديال السلاح، راه كاينه حرب الافكار، كاين حرب الايديولوجيات، كاين. وبالتالي خصنا نبقاو مجموعين، شتي حنا كنقلبوا على بعضياتنا، شتي كنقلبوا على بعضياتنا. هذه يعني لي في جروب مفعول للجماعه. وبالتالي لما انا كنبدا في الاسره ديالي نغير عادات ديالي، الزوج ديالي والزوجه ديالي كتبدا تغير عادات، سي نورمال يتاثروا الاطفال ايجابيا وسلبا لسبب واحد بيولوجي. قلت انا غير عاده وحده تقدر تاخذ لنا حلقات، مي عندنا الخلايا كتسمى لي نيغون ميغوار، الخلايا المراه. الخلايا المراه اذا واحد السيد عشتي معه واحد المده كتاثر بالافكار ديالو، الى واحد الجماعه عشتي معه واحد المده كتاثر بالافكار ديالو، وبالتالي مفعول الجماعه مالوغوزمون بزاف ديال الناس استغلوه فيما هو سلبي، مي ما هو ايجابي كنبغيو حنا نقلدوا بعضياتنا لاننا كناخذوا العاده من الجماعه. هذا القانون الاول. القانون الثاني فيما يخص لا 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 يعني العادات، لا هي اللي هضرتكم عليه قبيله، العاده السيئه مالوغوزمون كيتعامل معها العقل الواعي وكتاخذ لا ريكومبونس داكشي اللي كيمشي للانسان بزاف. العاده الجيده خصك تصبر، ضروري خصك تصبر، تغذيه جيده، رياضه، تقرا الورد ديالك، تقرا القران الكريم، تهدر زوين، تكبح جماح الغضب ديالك، لو تكضم الغيظ ديالك، هادشي كامل هذا كيبغي تمارين تمارين تمارين. ولكن غير كتانستال العاده صافي ما كتبقاش الانسان يتخلى عليها. القانون الثالث هنا غنوقف هو قانون المزرعه. عرفتوا شنو هو قانون المزرعه في العادات؟ هذا قانون اساسي في علم التغذيه احنا كنشتغلوا به. شنو هو قانون المزرعه؟ قانون المزرعه هو انك ملي كتزرع شجره صغيره هي العاده. وقاش غتحصد ليه في خوي؟ خاصك الاهتمام، والاهتمام اليومي والعنايه. بالمناسبه في العربيه الاهتمام راه ماشي هو العنايه، ماشي بعض الناس كيبقاو يشيروا بشي مصطلحات، الاهتمام ماشي هو العنايه. مي قانون المزرعه شنو كيقول؟ كيقول انك زرعتي واحد البذره في البيبينيير ديالك. حنا راه افكار عندنا بيبينيير في الافكار، عندنا بيبينيير في الاطفال، المشاتل، عندنا مشاتل ديال الافكار، واخا؟ وبالتالي قانون المزرعه كيقول الا حطيتي الشجره خصك العنايه وخصك الاهتمام، كتكبر اليوم بعدو تكبر شويه سنتيمترات
كيجي الشتاء كيجي الخريف كيجي الربيع كدير دير لها الغبار دير لها تخدم عليها ان جوغ سي سيغ غادي يكون عندك لو فخوي. هذه هي العاده. الا ما مشيتوش بقانون المزرعه في العادات راه جامي يكون عندكم نتائج. ورمضان تطبق فيه قانون المزرعه هو انك كتزرع العادات كتزرع الافكار. راه ما يمكنش تحصد الزرع وانت حطيتيه في شهر واحد وشهر جوج شهر ثمانية كيسالي الحصيده كنقلبوا الارض كيجي ثمانية وتسعود وعشرة الارض كتشمش في 11 و12 في واحد كنرميو الزرع واحد وجوج وثلاثة وربعة وخمسة وستة عاد كنحصدو. راه هذه هي قانون المزرعة. خذ المثال الزرع خذ المثال ديال الشجرة خذ المثال ديال الفلوس تاع تاخذ فروج بلدي وتسنى الدجاجة حتى تبيض البيضة وتسنى حتى تجمع البيض وحتى تحضن 25 يوم وحتى تخلص تخرج الفلالس ومن تخرج داك الفلالس هاد سنة العناية بمو خصك تبدا العناية بالسيطان بالفليسات عاود تعتني بالفليس الفلوس كيبقى يكبر الدجاجة الأنثى كتولي عاد توقظ هذاك الذكر كيولي فروج كيكبر وكيكبر وكيكبر واحد النهار عاد تاكل مريقة بالدجاج بلدي. هذه نتيجة وبالتالي العدد ديالنا بحال هكا. شحال من الناس خصهم اليوم يبدا النظام الغذائي غدا يصبح غادي على النظام الغذائي ابدا واش ننصح. وبالتالي اي عاده في الجانب ديال التغذيه داكشي شحال كنقولوا في الجانب ديال التغذيه حتى الصحه تخضع لنفس القانون. حتى الصحه تخضع لنفس القانون قانون المزرعه. بدا بعادات عادات بسيطه وانا كنقول للناس دير عاده وحده واستمر عليها وضبطها وفهمها لعقلك اللاواعي وعاد دوز لعاده وحده اخرى. ماشي شد انا اربعه خمسه د العادات اللي انا سمعتهم في برنامج الصحه والسلامه وفي الاخر ما انا درت وحده ما انا بعدي يعني كنصدق خمسه د العادات ما شديتي حتى وحده نشدو وحده نشتغلوا عليها. اليوم مثلا غنشتغل على وجبه الافطار غدا مثلا نشتغل على وجبه الافطار واحد ثلاث ايام نشتغل على وجبه الافطار كاع انا رمضان كامل ندير انايا غير مبادئ بسيطه واخا حتى نصوم مره اخرى عاد نديرها ثاني ماشي رمضان الصيام مره اخرى. وبالتالي هذا قانون العاده داكشي حنايا ما ديزون بين قوسين من نقاط الضعف ديال هذا نمط الحياه الناس كيبغيو نتائج سريعه والعادات انا قلت لكم العادات الجميله كتبغي مده من اجل انها تنصطال وممكن نحيدوا حتى العادات الخايبه. دونك ان شاء الله نتمنوا من المستمعين انهم يكونوا دخلوا عادات زوينه. انا كيوصلوني ميساجات في التخيفه يعني انا نعطي الناس الخلاصه اغلب الناس اللي كيتفرجوا واللي كيسمعوا البرنامج الصحه والسلامه فرحانين اليوم في اليوم الخامس فرحانين. كاين اللي كان عنده مشاكل في الجهاز الهضمي غادي مزيان الناس فرحانه بالنظام الغذائي حاس براسو خفيف كيمشي للتراويح كيجي خفيف كينوض في الصباح نشيط وهذه يعني اشياء جميله نخلي الناس هما يهضروا عليها كيعيشوها في رمضان. وحتى ان العديد من الناس كيكتبوا باللي احسن رمضان عاشوا في الحياه ديالهم هو هذا رمضان هذا بتوفيق من الله. نتمنى ان شاء الله اننا نكون قد ساهمنا ولو بواحد شويه بتغيير القناعات فيما يخص تثبيت العادات الجيده والتخلي على العادات السيئه مع احترام قانون العادات. مرحبا.